تحياتي للجميع، بتمنى تكونوا بخير. الفيديو اليوم عم يحكي عن خبر صار ترند بصراحة، مع انه يعني هو ابدا ما انه ترند، ما انه شيء خارج عن المألوف. العدو الاسرائيلي الغاشم يستهدف مواقع في ميناء اللاذقية، والاستهداف كان هو لمجموعة حاويات. قال النظام السوري انها حاويات حليب اطفال. بتعرفوا لان العدو الاسرائيلي الغاشم هو مو يستهدف حليب اطفالنا، مش قدرات جيشنا اللي ما مخوفي حدا، يعني حتى السوريين ما عادوا خافوا منه. وفق الاعلام الاسرائيلي ومجموعة من الوسائل الاعلام المستقلة او الغربية خلينا نقول، قالت انه استهدفت اسلحة كانت متوجهة لحزب الله. حزب الله مثل ما بنعرف بعد تفجير ميناء بيروت، الغضب اللي صار ببيروت عليه، حتى ميناء بيروت غير صالح للاستعمال، فصارت الأسلحة يعني يبدو عم تدخل من طريق آخر. نحن ما لست بصدد أن أنفي أو أجزم هاي التهمة، أميل إلى تصديق الرواية الإسرائيلية طبعا، بس مش هون المشكلة. المشكلة يا جماعة، ولا رح حد لكم حكي مكرر من قبل أنه وين الصمود، وين التصدي، وين جيشنا الباسل، لا لا، يعني حتى هذا الحكي صار بصراحة أنه أنت تعيده، انعاد فيه كتير، انعاد فيه كتير، وانهرى فيه كتير. جيشنا الباسل نحن حاليا صرنا بنعرف شو شغلته. خلي جيشنا الباسل اول شيء يقدر يحرر ادلب، او يروح يسترجي هو محل القوات الامريكيه اللي موجوده بشرق الفرات. جيشنا الباسل بنعرف يعني، قبل ما نحكي دافع عن يعني يروح يحارب اسرائيل، خلينا على قدنا يعني، خلينا نكون صريحين. بس يا جماعه مو هون المشكله، المشكله انه خلص يعني حتى الناس الموالين المؤيدين، حتى هذول اللي شربانين نظريه المؤامره والصمود والتصدي الباحثين الاقحاح، ما عادوا حكوا بهالقصه. هلا في فيلم احلى من هيك، الفيلم الاحلى من هيك انه الشباب قال شو خيو عتبانين على عمه ابو علي بوتين، قال لاني ما اجا حماهم من اسرائيل. من جد يعني جواب على الموضوع، جد انتوا عم تعتبوا على ابو علي بوتين لاني ما حماكم من اسرائيل؟ طيب تعال اقول لك هيك كم شغله هيك على طرف بجوز غايبين عن بالكم. ليش كيف عرفت اسرائيل انه هاي الحوايا موجوده بميناء اللاذقيه وبالوقت وبالزمان وبالمكان، وضربت من عند لعند؟ يعني انت من عقلك انه اسرائيل ضربت هيك من عند لعند بدون ما تكون تعرف روسيا؟ بل يا سيدي انا راح اجزم بالموضوع انه روسيا عطيتها المعلومات. الشغله الثانيه حبيباتي، يعني اذا انتم مفكرين انه علاقه سوريا هي علاقه تحالف مثل علاقه تحالف هولندا مع بلجيكا، او مثل العلاقات الالمانيه الفرنسيه، او مثل العلاقات الاستراليه البريطانيه، فانت بتكون غلطان يا حبيب قلبي. يعني أنا علاقة سوريا بروسيا بأحسن حالاتها، أو علاقة النظام السوري تحديدا الجيش السوري بأحسن أحسن أحسن حالاتها، فهي علاقة تبعية. علاقة تبعية كيف يعني؟ مش بيقول لك الكلب وديله، لا لا لا، أبعد من هيك بكتير. واحد اشترى أنتو يعزم داركن كندرا، طالما هي عم تخدمه فهو مخليه، لما ما بتخدمه راح يكبها. ما حدا قالكن، ولم تقل روسيا حتى يعني للأمانة يوما ما، أنه نحن راح ندافع عنكم ضد الهجمات الخارجية. لا، احنا جينا لنحمي وجود هذا النظام بشكله الحالي المهلهل، ونحافظ على بقاء هدول القاعدتين الاستراتيجيات. باليوم اللي راح يصير فيه إرادة دولية او إرادة شعبية غامرة تطردوا لهذا النظام، فبكل بساطة هدول راح يرجعوا يتقوقعوا بهدول القاعدتين تبعوتهم، وروحوا شقفوا بعضكم حبيباتي، جهنم بتحرقكم. فهي لا علاقة تحالف حبيب قلبي، ولا قالوا يوم ما حيدافعوا عن سوريا بعدوان خارجي. وازيدكم من الشعر بيتا، يعني اخونا اللي ضرب العدو الاسرائيلي الغاشم اكيد ما جاب هالمعلومه ببيت خالته، يعني جابها من الضباط الروسي، يا من الضباط السوريين يعني، والموافقه الروسيه باحسن الاحوال هي موجوده بجامعه، ما صدر عن روسيا اي تصريح. فالمؤسف الموضوع، هلا بدي اقول واحد بلدك عم تقصف وانت مبسوط؟ بصراحه انا ماني متضايق، هاي هاي اولا. ثانيا هذا العمل يمكن كنا نحن نساويه حتى، يعني عم يضربوا الجيش السوري بيضربوا حزب الله، يعني انا لو كان بامكاني اسويه لحتى اسويه بكل بساطه، واقولها ولا اخجل منها، جيش قاتل يعني. بس المؤسف اكثر في الموضوع انه هسه تلاقي في ناس فتحت صفحات فيسبوك مؤيده يا شباب مسلسل كوميدي، ناس عم تستنجد بامام علي، وناس بيقول لك سيخرج الاسد من عرينه. ما بعرف ايمتى رح يخرج من عرينه، انا اسد، انا الاسد صار ارنب وحفر جورة ونزل فيها يا معلم الله يرضى عليك. والثاني بيقول لك ابو علي بوتين استنصرناك، عم يستنصر الاخ خليفه المعتصم مدري المامون، الاخ مفكر لحاله. حبيبي فوقه فوقه، احنا بنحكي الموضوع بمسخره، بس عن جد فوقه لهذا الموضوع. اوكي خيو خليك موالي للنظام وضل معه لاخر شيء، بس خليك على الاقل واقعي. اذا عم تضحك على حالك هي مشكله بصراحه. وبالنسبة لبرا عم تضحك على الناس اللي برا، ما اتوقع حدا رح يشتري هذا الكلام، هذا الكلام رح يقدم ورح يأخر.
وإسرائيل رح تطلع تضربكم ليلا نهارا صبحا مساء في الوقت والزمان والمكان المناسب وبموافقة دولية تركية أمريكية روسية. شو بدك؟ لا إيران رح تدافع عنكم ولا روسيا رح تدافع عنكم. إيران اللي عملته الجماعة عملوا عندهم، بس بعتولكم زلم، بعتولكم شوية سلاح، دبروا حالكم تفضلوا. إذا أنتوا بتكونوا تضلوا عايشين بفكرة أنه أنتوا أصحاب الحق والحق سينتصر، تقنعوا حالكم أول شيء بالفكرة، وأي واحد رح يجي لحتى يشلحكم شوية مصاري ويضحك عليكم مثل روسيا ولا غيرها تفكروا صار صديقكم، فأنتوا بصراحة غلطانين. هذا المبدأ اللي عم تطبقه بالسياسة طبقه بحياتك العملية، بتشوف أثره عليك بصراحة. هذا الفيديو اللي كان عندي لهذا اليوم، بتمنى تضلوا بخير. رح أحكي بالموضوع هذا بشكل موسع بعدين، ولكن حبيت قبل ما تبرد القصة أعمل الفيديو ولو بشكل سريع. بتمنى الجميع يضل بخير، سنة جديدة سعيدة عليكم، بتمنى خالية من الضربات، والناس اللي جوا صامدة وعم تسمع وبتنقهر مثل كتير من اخواتنا اللي حكيت معهم، بتمنى لكم تصبروا وبتمنى تفرج عليكم قريب. تحياتي للجميع، باي بايات.